يا مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. والحقيقة النهاردة جولتنا هي جولة هامة جدا. النهاردة يوم في غاية الأهمية لفريق رجال كرة السلة طبعا بالنادي الأهلي. جيم فور في سلسلة نهائي دوري السوبر. ماتش النهاردة الحقيقة ماتش صعب جدا، ولازم نقول أنه هو ما بين أقوى وأمتع فرقتين في مصر على مستوى الباسكتبول، وبيضم ما بين صفوفهم القوام الرئيس المنتخب مصر الأول. مستوى الحقيقة ما بين اللاعبين متقارب جدا، والدليل على كده أن كل الماتشات اللي فاتت سواء جيم 1 أو 2 أو 3 زي ما حضراتكم طبيعته معانا بتخلص في الثواني الأخيرة. دايما احنا كنا بنتكلم خلال الفترة اللي فاتت عن فكرة الكوارتر الرابع بالنسبة للنادي الأهلي، دايما هو كان كلمة السر في الثري جيمز اللي فاتوا. الحقيقة كنا بنبقى بادئين احنا لينا الكلمة العليا في الماتش، ولكن الحقيقة بيجي في آخر الماتش وبيحصل زي ما حضراتكم شفتوا، وبتخلص المباراة على باسكت، يعني بيبقى فرق 2 بوينتس. بنتمنى النهارده من لعبتنا ان هم يركزوا جدا ويقدموا المستوى المعروف بالنسبه للجمهور اللي هم متعودين منهم عليه. الحقيقه الجمهور واثق فيهم وفي قتالهم النهارده على البطوله، ولو يعني لا قدر الله وانا مش حابه ان انا اقول كده ما قدرناش نفوز بيها، كلنا ثقه ان هم هيرجعوا اقوى من الاول. عارفين ان هم تعبوا جدا وتقريبا قضوا موسم كامل بدون راحه، بس هي دي ضريبة لعيبة النادي الأهلي في كل الألعاب مش بس على مستوى كرة السلة. لسه كمان هيخلصوا البطولة دي، ممكن يرتاحوا يوم أو يومين وبعد كده هيبدأوا من جديد تاني مع المنتخب علشان بقى التصفيات النهائية للأولمبياد. خلينا أقول إن احنا كلنا ثقة في كتيبة رجال السلة النهاردة، إن شاء الله يقدروا النهاردة يفرحونا ونروح بكرة لماتش فاصل واللي هيكون هو ماتش البطولة. الحقيقة إن احنا النهاردة مراهنين رهان كبير جدا على رجالة سلة الأهلي، وبنتمنى منهم ان هم يقاتلوا النهارده وال40 دقيقة النهارده، لان طبعا اكيد نادي الاتحاد داخل برضو بالنسبة له ده ماتش فاينل، 40 دقيقة هيحارب على البطولة، ولكن بنتمنى كل التوفيق لرجالنا النهارده. واسمحوا لي بقى ارحب بضيوفي الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، كابتن طبعا محمد سلعاوي نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق لكره السله. منورني ومشرفني يا كابتن سلعاوي. اهلا بيكم، ان شاء الله تكون يوم سعيد علينا. يا رب ان شاء الله. طبعا كابتن نبيل بخيت نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق لكره السله، منورني ومشرفني النهارده. اهلا بيكم وجمهور النادي الاهلي وكل سنه طيبين. وحضرتك طيب وبخير وحضراتكم كلكم طيبين. كابتن سلعاوي، تابعنا الحقيقه المباريات اللي فاتت، كنا بنتكلم يمكن أنا وإنت على فكرة الكورتر الرابع. الماتش بيخلص على باسكت، ولكن النهاردة الموضوع مختلف تماما. إحنا كل حد ليه دوافع مختلفة. إحنا بنلعب النهاردة النادي الأهلي بيلعب على فكرة إن إحنا نروح لمباراة فاصلة. الاتحاد بيلعب على البطولة النهاردة. النهاردة يوم مهم جدا وحاسم جدا، شايف النهاردة إزاي؟ ويمكن استعدادات النادي الأهلي أكيد النهاردة هتكون مختلفة. طبعا يعني هو المباراة بالنسبة للفريقين مباراة صعبة، لأن الاتحاد واخد الليد في مباراة فعايز يحافظ عليها، وهو بيلعب باحتمالين، ممكن لقد يعني يخسر ويبقى لسه ليه مباراة. أنا أعتقد إن احنا كلنا ثقة في رجالة النادي الأهلي النهاردة، إن شاء الله يقدموا مباراة جيدة جدا، لكن هي مباراة صعبة لأن هي بتمثل قطبي المنتخب مصر، سواء الاتحاد أو النادي الأهلي. اللعيبة بالنسبة لبعض خلاص بعد الجيم ثلاثة اللعيبة بتبقى مكشوفة ببعض، كل واحد حافظ زميله، المدربين نفس الكلام. فإذا نقدر نقول إن انتهى كلام المدربين خلاص، مدرب حط احتمالاته والسيناريوهات بتاعته والخطط وكل حاجه، الباقي التنفيذ. الدور التنفيذ على اللعبين. ايوه اللعيبه هي اللي بتقوم بالتنفيذ في المباراه، فمين ينفذ دي المشكله. لكن احنا برضه بنحب بنقول ان للاعيبه النادي الاهلي يعني حاجه بسيطه، ان الجمهور عنده ثقه جامده جدا فيكم، احنا كلنا من متابعتنا عندنا ثقه، وان انتم يعني مش خساره مباراه هي اللي هتبقى مشكله، يعني اللي هي اللي فاتت دي، لا احنا عندنا ثقه النهارده ان شاء الله فيكم، وان احنا عايزين النهارده بس طالبين طلب واحد، هي ايقاف سرعه لاعبي الاتحاد زائد اللعب الجماعي شويه، الدفاع جماعي هجوم جماعي. طيب كابتن نبيل، يمكن كابتن سلعاوي تطرق لنقطه مهمه جدا وده احنا اتكلمنا عنه تحديدا الفتره اللي فاتت، ان خلاص يعني لاعيبه الاهلي والاتحاد حافظين بعض،
بقوا كتاب مفتوح لبعض، هل ده هيسهل علينا المهمه النهارده ولا بالعكس ده هيصعب الدنيا اكتر على الفريقين؟ هو طبعا لعيبه النادي الاهلي اكتر خبره، يعني اكتر خبره في الملعب، لعيبه لعبوا فترات طويله جدا في منتخب مصر، هم عندهم الخبرات اللي ممكن بيها يقدروا النهارده باذن الله ان هم ينهوا الجيم. بس هنحتاج طبعا ان هم يعني ينفذوا كلام المدرب كويس ويلعبوا لعب جماعي اكتر، برضو ان هم يبذلوا مجهود اكتر لان مفيش مجال للتعويض، وهم عارفين ده كويس، يعني هم عارفين لان طبعا خبرتهم عاليه. برضو كنت عايز اضيف حته مهمه، ان يعني برضو ده عشان الجمهور يعني اكتر، انا شايف ان فلسفه لعب بتاعت كابتن اجوستي فيها نوع ان هو بيسلم الكوره لبعض اللعيبه، البعض اللعيبه اللي هم مثلا بيثق فيهم بيلعبوا الاخرين، بيلعبوا بيك اند رول، ثلاث لعيبه هم ايهاب امين وعمرو الجندي وبراندو، وهو بيعتمد على دي ان هم خبراتهم عاليه زائد ان هم رؤيتهم عاليه. هم كانوا توب سكورر الماتش اللي فات، هم الثلاثه، وهم بيقدروا يعني هم المفروض بقى الحلول، يعني هم يعني انا دلوقتي بيعمل لك مثلا سكرين وريسكرين وبيعتمد على دي ان هو اللي هيمسك الملعب دوت او اللي هيمسك الكوره بيقدر يستعمل السكرين والريسكرين وبيقدر يدخل وبيشوف زمايله كويس. في بعض الاوقات هم يعني كان زمايلهم فاضيه وهم مثلا نهوا الكوره، هي دي بقى الفرق، يعني لو لعبوا البعض اكتر ممكن الماتش ده يبقى اسهل من كده. زائد زي ما قال كابتن سلعوه ان فرقه الاتحاد عامله علينا هجوم سريع، يعني يعني الهجوم السريع عندهم فين هو؟ احنا كان عندنا كذا كمان، يمكن برضو كنا بنتكلم احنا الماتش اللي فات يا كابتن سلعوي على فكرة ديكسون كمان، احنا ديكسون عندنا برضو هو يمكن في الكورت الرابع كان هو كلمة السر بالنسبة هو طبعا. يمكن هو اللي خلص الكورت الرابع لصالح نادي الاتحاد، نقدر ازاي نتعامل معاه النهاردة؟ لازم يقف، لازم عن طريق انا رأيي برضو ان هو بقاله ماتشين او ماتش ما جربش ابو النصر. ابو النصر من احسن اللعيبة اللي يعرف يعمل ديفنس على اللعيب الاجنبي. هي العمليه كلها احنا ازاي هم الاتحاد، لو زي ما بيقول الكابتن نبيل لو بيجري فاست بريك علينا بيبقى مرتاح في المباراه، لو 5-5 احنا خبراتنا بتبقى احسن واحنا بنقدر احنا اللي نجري عليهم. هو بدون قطع كلام الكابتن سلعوي، يعني هو في الماتش اللي فات اهو في الاستاتستيك هم حاطين 16 بونت هجوم سريع، احنا حاطين 6 بس. فانا يعني لو زي ما قال كابتن سلعوه ان هم قدروا يوقفوا الهجوم السريع بتاعهم واحنا اللي نعمل الهجوم السريع ونقدر نجري هجوم سريع، متهيألي ده هيأثر في الجيم بايجابيه اكتر ان شاء الله. طيب نروح دلوقتي للصاله الرئيسيه باستاد القاهره، وتنضم لنا زميلاتي العزيزات هنا ابو القاسم وسلا حامد علشان يطلعونا على اجواء ما قبل المباراه، الاستعدادات الاخيره للنادي الاهلي وايضا نادي الاتحاد، مباراه هامه جدا جيم فور، بنامل كل التوفيق، واكيد كانوا ناديين ليهم استعدادات مختلفه واكيد برضو السكواد الاخير. اتفضلي يا هنا سامعين. يا مساء الخير عليك يا مريم وعلى ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي الكبار كابتن نبيل بخيت وكابتن محمد السلعاوي، وبيك يا سلا وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وزي ما قلت يا مريم، من داخل صاله واحد الصاله الرئيسيه باستاد القاهره، هننقل لكم بقى كل الاجواء وكمان استعدادات الفريقين قبل انطلاق طبعا المباراه المرتقبه والجوله الرابعه من طبعا نهائي دوري السوبر بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. يعني طبعا زي ما قلت يا مريم، مباراه صعبه جدا، مباراه هامة، لازم النادي الاهلي يفوز ان شاء الله في المباراه النهارده عشان يلعب جيم 5. طبعا كالعاده عندنا ثقه في النادي الاهلي، يمكن لاعبي النادي الاهلي متربيين داخل النادي ان هم طبعا رجال المواقف الصعبه، ان شاء الله النهارده هيكونوا على قدر من المسؤوليه ويحسموا المباراه لصالحهم ونلعب جيم 5 وكمان بقى نتوج بدوري السوبر. كل توفيق ليهم النهارده طبعا، يعني يمكن هم متواجدين في الصاله وبيجروا طبعا زي ما باين في الخلفيه عمليات الاحماء، مركزين بشكل كبير جدا في المباراه، باين على وجوه اللاعبين حاله من التركيز طبعا بتسيطر على الفريق
كل توفيق لرجال كره السله النهارده. يمكن المباراه زي ما قلت هتكون صعبه، الاتحاد السكندري متقدم بخطوه على نادي الاهلي طبعا في مجموع المباريات، لكن ان شاء الله بقى رجال النادي الاهلي النهارده هيعدلوا النتيجه وهيعودوا مره اخرى عشان ينافسوا على دوري السوبر. كل توفيق ليهم النهارده. يعني يا سله طبعا زي ما قلت مباراه صعبه، اكيد الفريقين بيستعدوا بشكل قوي جدا للمباراه، فكلمينا بقى عن استعدادات سواء النادي الاهلي او كمان الاتحاد السكندري. بالتاكيد يا هنا، بس طبعا خليني في البدايه ارحب بيك يا مريم وارحب طبعا بضيوفك الكرام وكابتننا الكبار في الاستوديو الكابتن محمد السلعاوي والكابتن نبيل بخيت وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وتاكيدا طبعا على كلامك يا هنا، مباراه اليوم مباراه صعبه، ولكن ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يكونوا رجاله على قدر المسؤوليه وثقه جمهور النادي الاهلي ودعمهم طبعا يعني المتواصل من اول ما سيسيد بس اوف فايف بدات. ولكن خليني طبعا انقل لحضراتكم يعني كواليس واستعدادات الفريقين سواء فريق النادي الاهلي او فريق النادي الاتحاد السكندري. يمكن طبعا فريق النادي الاهلي وتحت قياده مستر اجاصي بوشا المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، يمكن خليني اقول لك يا مريم ان الفريق استعد بشكل طبيعي جدا، استعدادات روتينيه زي كل مباراه طبعا ما بين مباراه ومباراه يوم واحد بس. الفريق طبعا فيه بيكون فيه يعني فيديو ميتنج وميتنجز مع مستر اجاصي بوش الصبح وليل في فندق الاقامه، وكمان امبارح الفريق يمكن كان عنده ميتنج الساعه 7 بعد كده اتمرنوا الساعه 8 على نفس الصاله، صاله واحد بسد القاهره الدولي استعدادا طبعا للمباراه. وزي ما قالت طبعا زميلتي هنا ان هم كانوا متواجدين هنا في الصاله وفي حاله تركيز شديده جدا، يمكن واصلين النهارده قبل المباراه بثلاث ساعات، كانوا واصلين الساعه 6 بداوا عمليات الاحماء الساعه 7 على ارضيه الملعب قبل المباراه بساعتين، فيمكن الفريق طبعا في حاله تركيز شديده وكانت الاستعدادات روتينيه زي كل مباراه. وكمان خليني استعرض مع حضراتكم طبعا اللعيبه او نفس السكواد ليست اللي شارك في جميع المباريات. البدايه طبعا هتكون مع محترف فريق النادي الاهلي براندن عمر عزب، ايهاب امين، مصطفى كيجو، سيف سمير، عمرو الجندي، احمد مهيب، مروان سرحان، محمود وليد، كريم حاتم، محمد ابو النصر، وعمر طارق. كمان ايضا على الجانب الاخر وفريق نادي الاتحاد السكندري تحت قياده الكابتن احمد عمر، خليني برضه اقول لك يا مريم ان الفريق استعد ايضا بشكل طبيعي جدا، الاستعدادات كانت روتينيه ايضا، فيديو ميتنج مع الكابتن احمد عمر وجميع اللاعبين طبعا بيراجعوا فيها يعني المباريات اللي فاتت ما بينهم وما بين النادي الاهلي، الاخطاء طبعا اللي وقعوا فيها مع النادي الاهلي. يمكن طبعا عندهم حافز اكبر النهارده في المباراه ان هم يفوزوا عشان طبعا يحسموا يعني لقب الدوري بدري، ولكن طبعا ان شاء الله اللقب يكون من نصيب فريق النادي الاهلي. كمان خليني اقول لك ان الكابتن احمد عمر النهارده هيدخل القايمه او هيدخل المباراه بنفس القايمه، ولكن في تغيير واحد بس هيكون في القايمه النهارده. البدايه هتكون مع ديكسون، يوسف شحاته، عبد الرحمن خالد، مصطفى عاصم، هيثم كمال، ميدو طه، احمد عادل دولا، انس اسامه، احمد ابو العلا بيبو، وياسر صالح، علي احمد، وجاسر الكيكي. وجاسر الكيكي هو اللي هيكون التغيير الوحيد، هيكون بدلا من يوسف شوشه يمكن اللي اتعرض في المباراه الماضيه بكسر في الاصبع الكبير في رجله الشمال، يمكن يعني بعد الاصابه دي طبعا قرر كابتن احمد عمر ان هو يستبعد بالتاكيد احمد شوشه عدم استكماله طبعا يعني بقيه المباريات في سلسله ذا بيست اوف 5، واستبدلوا بالكابتن جاسر الكيكي اللي هو هيكون متواجد بداله في القايمه. مباراه صعبه جدا زي ما زميلتي هنا ابو القاسم قالت، ويمكن اللي بيخلينا شويه يعني بيخلي للمباراه طعم وبيخلي للمباراه اجواء اكتر هي تواجد الجماهير يا هنا. طبعا كلمينا على التواجد النهارده وعلى الاجواء بشكل عام في البطوله. مظبوط يا سلام، مباراه مهمه جدا، جماهير النادي الاهلي النهارده هيكون ليها دور كبير الحقيقه، هم عاملين مجهود كبير جدا، بيكونوا موجودين في الصاله بيدعموا رجال النادي الاهلي منذ بدايه المباراه وحتى اخر لحظه في المباراه، عندهم ثقه كامله فيهم. وبالتاكيد طبعا بيكون في تواجد لجماهير ايضا الاتحاد السكندري، يعني الاجواء داخل الصاله بتكون مشتعله لاخر ثواني، الجميع طبعا بيكون على اعصابه. لكن النهارده بقى جماهير النادي الاهلي هيكون ليهم دور كبير جدا، لازم طبعا يفضلوا يشجعوا ويدعموا لاعبي النادي الاهلي لانهم الحقيقه فرحونا كتير ويستحقوا هذا الدعم. مباراه يعني بخصوص النادي الاهلي لا تقبل القسمه على اثنين، ان شاء الله بقى يفوزوا النهارده، ويمكن مفتاح المباراه النهارده هيكون التركيز من اول دقيقه لاخر دقيقه وعدم التراخي. كل توفيق للاعبي النادي الاهلي يا مريم، ان شاء الله بقى يفوزوا في المباراه النهارده ونلعب جيم 5 ويتوجوا ببطوله دوري السوبر. يعني يا مريم طبعا دي كانت كل الاجواء وكمان استعدادات الفريقين، طبعا معاكي لو عندك اي استفسارات، والان العوده ليكي مره اخرى في الاستوديو. بشكرك جدا طبعا زميلتي هنا ابو القاسم، وبشكر ايضا زميلتي سلا حامد، بشكركم على هذه التغطيه، وان شاء الله بضم صوتي لصوتكم، وان شاء الله تكون مباراه يعني من نصيب النادي الاهلي ونقدر ان احنا نروح لجيم 5 ونحسم البطوله وتبقى بطوله جديده بتضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي وتحديدا رجال سله الاهلي اللي اكيد فرحونا كتير على مدار المواسم الماضية، ويعني يمكن برضو بذلوا مجهود كبير هذا الموسم. طيب كابتن نبيل، يمكن احنا كنا بنتكلم على فكرة مستر أوجوستي
كنا بنتكلم برضو ان يمكن المدير الفني للاتحاد السكندري كابتن احمد عمر يمكن كان برضو بيعتمد على البنش عنده بشكل كبير جدا، وده يمكن مش نفس الاستراتيجي اللي بيعتمد عليها مستر اوجوستي. هل من الممكن النهارده مستر اوجوستي يغير الخطه دي، خاصه ان هو الثلاثة جيمز اللي فاتوا ما نجحتش بشكل كبير الا في مباراه واحده؟ هو انا في رايي ان هو صعب ان هو يغير الاستراتيجيه بتاعته، يعني دي بتبقى فلسفه مدرب في اللعب. بس هو ممكن يضيف عليها بعض اللعيبه اللي هم ممكن يعملوا الفرق، زائد طبعا ان هو هيوجه اللعيبه ان الاخطاء اللي هي حصلت في تنفيذ الاستراتيجيه بتاعته في الملعب، وده ممكن يفرق معانا كتير. هو فعلا زي ما حضرتك قلتي ان فرقه الاتحاد البنج جايب 24 بونت، احنا البنج جايب 13 بونت بس، فطبعا 11 بونت فرق، بس ده نتيجه برضو ان احنا عندنا الفريق مثلا في حوالي مثلا 5 6 لعيبه خبراتهم عاليه جدا، وبقيه اللعيبه لعيبه كويسين جدا بس خبراتهم اقل، فهو بيعتمد على المجموعه وبيعمل روتيشن بحيث ان دايما يبقى فيه اثنين او ثلاثه من اللعيبه الاساسيه موجودين في الملعب. فهو انا في رايي ان هو صعب ان هو يغير الفلسفه بتاعته او السيستم بتاعته، بس ممكن يحاول يحسن الاداء بالاخطاء اللي كانت موجوده خلال المباراه اللي فاتت. والثلاث مباريات اللي فاتت احنا ما كناش بعاد، بالعكس احنا الليد على طول. لا يعني ما كناش بعاد، ويمكن كمان الاتحاد برضو ما كانش هو المستوى اللي بيقدمه المواسم الماضيه، يمكن يعني حتى المباريات اللي فاتت الاتحاد برضو ما فيش فرق كبير ما بيننا وما بين النادي الاهلي، ما بيننا يعني ما بيننا وما بينهم. فعلا كلام حضرتك مظبوط، واحنا فعلا اللي كنا الليد، لكن نتيجه يعني الماتش اللي فات احنا مثلا مع يعني في الفري ثرو رميات الحره احنا تقريبا اتشاط فينا 40 واحنا شطنا 20، ده دليل ان احنا بنعمل فاولات كتير جدا في الملعب. ده ناتج ان ممكن يكون لا اما باد ديفنس لا اما برضو الحكام كانت، عشان احنا ليد فرق كتير كانت يعني انا شايف كده يعني جمله سنه في الفاولات، لان احنا شايطين حوالي 20 فاول شوتينج، هم شايطين 40، يعني معنى كده ان احنا عملنا اكتر من 20 فاول هم عملوا 10 فاول بس، فده برضو يعني اثر معانا برضو في المباراه. طيب كابتن سلعوي، يمكن احنا اتكلمنا برضو على خبرات النادي الاهلي الماتش اللي فاتت، ويمكن انت كنت على ثقه كبيره جدا من خبرات النادي الاهلي هتفيد، ويمكن برضو خبرات النادي الاهلي في المباريات الصعبه اللي زي دي الفاصله اكيد بتفيد. اهم الاعتمادات، لان زي ما احنا اتكلمنا برضو كابتن نبيل قال في الاول ان النادي الاهلي اكثر خبره في مثل هذه المباريات، اكيد خبرتنا يمكن تفيد في المباراه دي. ولكن انا برضو عايز اسالك كابتن شعاوي، يمكن دايما احنا في المباريات اللي زي دي بيبقى معتمدين على عنصر المفاجاه، ولكن احنا عندنا في المباراه دي ما ينفعش المدير فني يفاجئ التاني او اي لعيب يفاجئ التاني، خلاص الدنيا محفوظه. فايه اللي احنا ممكن نعتمد عليه النهارده بحيث ان احنا ننهي الماتش لصالحنا وزي ما بنبتدي زي ما ننهي، مش العكس بيحصل؟ انا بس هضيف لك حاجه، احنا في الماتشات السابقه احنا حوالي 37 دقيقه احنا كسبانين في الماتشين اللي هم اللي فات، فاذا احنا الخبرات بتحكم زي ما انت بتقولي، خبراتنا احسن بكتير. نادي الاتحاد السكندري زي ما انا قلت لك، لو احنا قدرنا نوقف الفاست بريك بتاعه هيبقى هو في ازمه وفي مشكله. لو وصل انه يلعب يعني لو وصلناه انه يلعب 5-5 مصلحه لينا، نقدر خبراتنا بتحسم الوقت ده. الريباوند هم عنصر الطول عندهم ازيد، زائد الغيار عنده اكتر، فلازم الجردات يدخلوا يساعدوا في الريباوند علشان نبقى في بالانس شويه في ما بقاش في فرق بقى. لازم نركز في الفاول شوتنج. المباراه دي مباراه تعتبر مصيريه، يعني تعتبر خلاص بقى. انا في رايي الشخصي ان كل لعيب في النادي الاهلي يبذل اقصى ما في طاقته علشان نقدر نكسب حصيله الموسم. وبعدين ريح بقى زي ما انت عايز بقى بعد كده ان شاء الله بالزبط. نكسب الماتشين. هو برده في حاجه في الماتش اللي فات برده كانت برده زي ما قال كابتن سلعوه، ان التيرن اوفر
لسه يعني انا لسه كنت اسالك في الموضوع ده يعني لسه واخدها من على سالي. تيرن اوفرز كتير قوي، 14 كتير جدا في الجيم الاخير. يعني لو وقفنا الهجوم السريع زي ما قال كابتن سلعو وكمان قللنا التيرن اوفر بتاعنا، ده ممكن يفرق. يعني احنا باسكت خسرنا باسكت او يعني باسكت اهو باسكت اهو. فاتمنى باذن الله ان هم يكونوا قادوا بالهم النهارده بيلعبوا بخبرتهم يلعبوا والقوه متوازنه، بدليل ان احنا خسرنا باسكت وخسرنا باسكت وكسبنا 4 بونت. فاذا القوه متوازنه، لكن هي كميه اللي جديد عندنا بصراحه في البطوله دي بالذات هو كم التيرن اوفر. اعداد غير طبيعيه، التيرن اوفر بيوازي 4 نقاط. انت بتضيعي الكوره وبيروح يدخل فيكي باسكت بالظبط. فالتيرن اوفر ده بكل سهوله برضو يا كابتن سلعوي يعني فهي بس احنا كل ما نتمناه ان اللعيبه تركز وتعتبرها مباراه يبدع فيها، بس يقلل اللعب الفردي شويه. مشكله الماتشين اللي فات اللعب الفردي شويه في لعب انت كلاعب عايز تبدع من خلال تعليمات المدرب، يعني ابدع من خلال الخطه الموضوعه بالنسبه لي، لكن اللعب الفردي لا، احنا عايزين نلعب دفاع جماعي وهجوم جماعي زي التعليمات بتاعت المدرب اللي بيقولها. مين يا كابتن سلعوي اكتر حد يمكن كان معتمد على اللعب الفردي خلال المباريات اللي فاتت؟ يعني لا هم الثلاثه اللي هم براندن ايهاب امين عمرو الجندي احتفاظ بالكوره اللي يعني في هجمه من الهجمات وصل لغايه مثلا من 15 ل 20 ثانيه. بس انا في حاجه، انا شايف ان شخصيه اجوستي ما تسيب لهمش ان هم يلعبوا فردي من غير ما يكون هو عايز كده. يعني انا متهيألي ان ده من بناء ضمن على فلسفته توجيهاته. وبيختار اللعيب في وقت معين ان هو اللي يتعمل له البيك اند رول او ريبيك او ريس او ريسكرين، بحيث ان بس الحته اللي بعد كده ماشي انت هو عمل دي، بس اختيار ان هو يباص لزميل فاضي او ان هو يسقط لراجل طويل او ان هو ينهي الكوره، ده اختيار بقى اللعيب. المفروض ان خبراتهم عاليه، يعني احنا شفنا في صور كتير ناس بتنهي الكوره على الباسكت وهو قدامهم تمريرات سهله جدا لزملاتهم. فارجو ان هم النهارده لا يبقوا بيلعبوا لعب جماعي من خلال برضو الفكر ده، انا مفيش مشكله. كان في برضو يمكن احنا كنا اتكلمنا المباراه الماضيه، احنا بنتكلم دلوقتي طبعا على تقارب المستويات الخاصه بالنادي الاهلي ونادي الاتحاد، ولكن برضو يمكن ما كانش محالفنا الحظ والتوفيق بشكل كبير. نقدر ان احنا نقول ده يعني فعلا؟ هل يعني في كوره لعمرو الجندي اللي احنا شفناها في اخر المباراه دي كانت يعني كان لازم تبقى في الباسكت بس يعني هل ده عدم توفيق ولا برضو ده يمكن خلاص برضو احنا البدني عندنا في اخر المباراه تعبنا جدا، والاعتماد على اللعيبه الاساسيه برضو تعبهم بدنيا. عمرو الجندي جه في اخر المباراه برضو مش قادر، يعني مش قادر يجري، ودي حاجه برضو احنا اتكلمنا على العنصر البدني طبعا، واحنا قلنا في الاستوديو اللي فات قلنا اني معد بدني في الفرقتين هو اللي هيوصل اللعيبه لغايه المباراه الرابعه او الخامسه. مظبوط. فهي العمليه برضو العنصر البدني بيفرق. لعيبه الاهلي او لعيبه المنتخب، لعيبه الاهلي بالذات لعبوا اكتر من بطوله الموسم ده، واحنا في نهايه موسم، يعني احنا في اخر حاجه في الموسم ده اللي هو المباراه او المباراتين اللي هم ان شاء الله اللي هم موجودين. فالعنصر البدني لازم هيأثر مهم جدا الآخر. بس هم برضو يا كابتن سلعوي يمكن حد بيتكلم معاهم كانوا بيتكلموا على انه السيريس بتاعه البيست اوف 5 او بيست اوف 3 هم خلاص يعني بقى لهم كذا سنه متعودين عليها، واكيد عاملين حساب ده في البدني، بس يعني برضو انت شايف ان هو بيأثر بشكل كبير؟ طبعا مأثر، عشان حاجه تانية كمان عدم وجود عمرو زهران كان بيدينا دفاعيه بدنيه عاليه جدا وكان العنصر الخامس او السادس في الفريق اللي بيعتمد عليه، فعدم وجوده برضو ده خلى الشكل البدني بتاع الاهلي اقل. يعني سواء حتى في البال، يعني حتى في البال او في الماتشات دي تحسي بتاثير واحد زي مثلا عمرو الزهران في المباريات. لا، عمرو الزهران لو كان موجود كان هيبقى في فرق، لكن في نفس الوقت احنا بنلعب طول الموسم من غيره. فمفروض اللعيبه اتعودت على كده هو، ونقدر ان احنا ببعض الناس اللي في البنج ان احنا نعوض شويه عدم وجود عمرو زهران. وعمرو زهران لعيب مهم سواء بالنسبه للنادي او المنتخب، بعدين كان ليه كان رقم واحد في ايقاف اللاعب الاجنبي. انت دلوقتي بتلعب بكريم حاتم علشان كريم حاتم لا يعني هو بيقعد يبدل عليه ايهاب امين مسكه في بدايه الكوارتر الاول بس هي المشكله ان لما يكون عندك لعيب سكولر او لعيب انت بتعتمد عليه ان هو يحط باسكت ويمسك
لعيب الاجنبي فبيبذل مجهود مضاعف بيوصل لغايه مرحله الهجوم بيبقى الباور شويه ما يقدرش انه. لكن كان علاء زهران اصغر سنا اقوى كريم حاتم ابو النصر فكان في بالانس شويه. لكن لما بتمسكين لعيب هداف عندك او بيجيب سكور او انت يعني السكور بتاع الاهلي في ثلاث لعيبه دولت المباراه اللي فاتت فبيعمل مجهود فالمجهود ده بيأثر بدنيا فيه لما يجي لان طبعا اي تأثير بدني بيأثر على الفكر وهو الباسكت احنا بنقول ده كويس وده وحش ليه؟ القرايه مين بيقرا؟ يعني المدرب بيحط زي ما الكابتن نبيل استراتيجيه عامه بس الابداع ده منك انت يعني من اللعيب هو اللي بيبدع من خلال الاستراتيجيه دي انه بيقرا زملائه كويس او بيشوف الملعب احسن بكتير. طيب كابتن نبيل احنا برضو بنتكلم الجيم الاخيره تحديدا تعتبر هي كانت افضل جيم في الثلاثه جيمز اللي اتلعبوا بين النادي الاهلي والاتحاد كان فيها متعه وتحديدا في الشوط الثاني كوارتر الثالث والرابع. النادي الاهلي انت بدات وصلت الفتره انت كنت فارق 18 وخلصت الكوارتر الاول فارق 15 يعني كان على ما اتذكر كان 28 13 خارج من الكوارتر الاول لو انا صح يعني او فاكره. فكره انه ان انت تبقى واصل ل 18 بوينت ما بينك وبين الفريق الثاني وبعد كده بالاخطاء اللي احنا قلناها سواء التيرن اوفرز او ان انت تضيع هجمه بكل سهوله. احنا برضو عندنا الاهلي والاتحاد الجيم بيخلص بتكسب بكوره او كورتين وده اللي بيحصل ولكن لما تبقى بادئ الماتش بالشكل ده والكوارتر الاول بالشكل ده اكيد بتبقى عايز تكمل على نفس المستوى. احنا برضو يمكن محتاجين ان احنا نبدا النهارده كده اللي يخلينا نحافظ على الفرق ما بيننا وما بينهم بالشكل الكبير ده فرق البوينتس اللي وصل ل 18 عشان يبقى عندك اريحيه ان انت تكمل بقيه الكوارترز. هو زي ما حضرتك قلتي بفتره من فترات ان البنش لازم يساعد في ده. يعني احنا زي ما قلتي ان 28 13 وصلنا 43 33 نزلنا باسكت او حاجه 10 بونت مع نهايه الكوارتر الثاني. هو كان بتالكس كان هو الاتحاد كسبنا 10 بتالكس انا لو انا فاكر لا هو خلص كنا خارجين 25 15 يعني ليهم ليهم هم هو الكوارترات عندي هنا اهو 28 13 تمام. بعد كده خلص الثاني 43 33 10 بونت بس بعد ما كان 18 بعد كده هو 63 53 10 بونت وده كان كويس ان انا انهي التالت 10 بونت ده كان كويس جدا. وصلنا لغايه الخمس دقائق الاولانيين من الكوارتر التالت احنا 78 74 4 بونت زي ما حضرتك قلتي. يعني هو في الفتره دي حصل الفاتيجي يعني التعب يعني عمرو الجندي جالنا كوره كانت ممكن لو دخلت 2 هجوم طبعا براندون برضو شاط كوره 3 بوينت واحنا 5 بونت لو كانت جت كانت خلصت الجيم طبعا. لكن من واضح ان يعني التعب بقى ظهر على اللعيبه بتاعتنا زائد ان فرقه بصراحه فرقه الاتحاد لا قدرت ان هي تلاقي ده في النادي الاهلي فبتبتدي هي تسرع اللعب وتجري على فاست بريك وتدخل بقوه على الباسكت واجهدتنا كمان يمكن علشان الدفاع. كان في روتيشن عنده عند الاتحاد حصل تحول في دفاعهم في الشوط الرابع يعني بصراحه فريق الاتحاد السكندري دافع دفاع قوي على لاعبي الاهلي في الشوط الرابع قدر يعوض وكل لما الاهلي يوصل يعني كان في وقت من الاوقات وصل باسكت وبعدين طلع 8 بونت لكن برضه فضل نادي الاتحاد الدفاع بتاعه ويجري عليك فاست بريك اعتقد ان احنا المفروض نبقى خدنا بالنا لان هو جه في الفتره دي لعب حاجه زي ماتش اب زون كده 1-2-2 شبه المان تو مان بس اي حد بيقطع بيسلموه لبعض فده خلى عندنا البيك اند رول يعني ما بنستفدش منه جامد زائد ان السكرينات ما بنستفدش منها جامد ده التعب مع التعب بتاع اللعيبه قدروا ان هم يعني قدرنا برضو نضربه بس الفينش كان بيبقى مش مظبوط يعني فينش على الباسكت فعلا في الفتره دي فقدنا كم كره سهله ان احنا نلعبها سواء كنا اديناها لعمر طارق او برضو توفيق من بره الثري بوينت. انا كنت حابه انوه على طبعا كل مشاهدينا ان يمكن كان المباراه مقرر ليها ان هي تبدا في تمام الساعه 9 ولكن هي هتبدا يعني بعد الميعاد ده ب 10 دقائق ان شاء الله هتبدا الساعه 9 و10 تحديدا ان شاء الله فحابه انوه على حضراتكم بده. كابتن سرعوي يمكن احنا عندنا دوافع
للفريقين زي ما احنا قلنا في البدايه الاتحاد بيلعب على بطوله، الاهلي بيلعب ان هو يروح جيم فاصل. ولكن احنا هنا برضو الحقيقه بنتكلم على النادي الاهلي ان هو عمل مجهود كبير جدا، و الدعم بيبقى مهم في اللحظات دي خاصه ان احنا عارفين قد ايه هم بذلوا مجهود كبير قوي. لا في ارتياح نفسي بالنسبه لينا احنا، وانا يعني انا في ارتياح نفسي لان انا على ثقه باللعيبه دي، وانا والكابتن نبيل والكابتن طاهر بنتفرج باستمرار على التدريبات وداعمين ليهم. وتملي في مقوله كده احنا من ساعه ما كنا بنلعب واخدينها، ان الفرقه اللي ليها احتمال واحد بتبقى اقوى واعنف، وتبقى فرصه المكسب عندها اقوى من الفرقه اللي عندها تلعب على احتمال. وده اللي حصل في السيريس اللي فاتت. يعني الاتحاد كسب الجيم الاول، الاهلي كسب الجيم الثاني، وبعد كده الاتحاد كسب الجيم الثالث. فاحنا نامل ان احنا النهارده نكسب، لان احنا اكيد دايما الخسران في السيريس دي بيحضر افضل. كل ما نرجوه ان البنش يساعد مستر اجوستي، يعني اللي قوم فرقه الاتحاد ويغير الشكل البنش لما نزل الناس يعني. لكن احنا المباراتين اللي فاتوا البنش ما ساعدوش، وهو لازم يغير لان ده 40 دقيقه ويوم بعد يوم وبيست اوف فايف يعني. طيب يعني سريعا، صعب توقع طبعا النهارده، بس هل ممكن النهارده نروح لاكسترا تايم كابتن سلعاوي؟ لا ان شاء الله نكسب. كابتن نبيل؟ لا مفيش اكسترا تايم، مفيش. طيب خلاص يعني. ننتقل دلوقتي للصاله الرئيسيه باستاد القاهره ومعلقنا طبعا زميلي العزيز الكابتن احمد مناع، فالى هناك.